السلام عليكم ورحمة الله. دورة الشراء في فوتوشوب المقدم لكم من جديد فريق قناصة. الدرس الثاني تحليل في فوتوشوب تصميم بانر إعلاني. درسنا اليوم نوعا ما سهل، سنتعرف عليه على خاصية الانيميشن أو التحريك في فوتوشوب طبعا، وسنتعرف أيضا على الفريمات أو الشرائح وطبقات التحريك. طبعا أنا فتحت عمل جديد، عمل البانر طبعا مقاسات مناسبة، فضلت تكون مقاسات صغيرة. طبعا هذه هي الخلفية عندي. جاز. طبعا الآن نكتب الجمل المراد تحريكها في البانر الإعلاني. نكتب مثلا دورة فوتوشوب، تابع معي هنا. قبل بدء عملية التحريك أنا أريد دورة هذه الكلمة أن تخرج شيئا فشيئا من جهة اليمين أو تظهر من جهة اليمين ناحية الوسط. طبعا أضعها جهة اليمين، ممتاز. ثم أخفي لاير الجملة أو الكلمة، نكتب مثلا تحت رعاية فقط، سأحتفظ بالوسط. ممتاز، نخفي اللاير كما تعلمنا. نكتب أن فريق الناسا، وهي بدورها أريد هذه الكلمة أن تخرج من الأسفل ناحية الوسط مثل هكذا، مثل هذا الشكل. طبعا أضعه ناحية الأسفل ثم أخفي اللاير. ممتاز جدا. أن تعالوا نراجع العمل. كما قلنا دورة فوتوشوب ستظهر، عفوا، ستظهر من جهة اليمين ناحية الوسط. ممتاز جدا، شعل مكانها تحت رعاية ستبقى في الوسط أو ستظهر في الوسط. فريق الناس قلنا من الأسفل ناحية الوسط، طبعا نرجع لمكانها. الآن نضغط على هذا الخيار ويندو لبدء عملية التحريك، ويندو ثم أنيميشن. أحذف، كنت مسبقا عملت العمل. ممتاز. الآن هذا هو الفرام أو الشريحة أو اللاير. نضع لاير جديد أو شريحة جديدة بهذا الزر، نضغط على هذا الزر ثم نحدد دورة فوتوشوب ثم نبدأ بتحريكها من جهة اليمين ناحية الوسط. إن شاء الله تكون استوعبت معي الفكرة. تابع تابع وراح تفهم كل شيء بإذن الله. شوف شوف، ممتاز جدا. الآن قمنا بتحريك هذه الكلمة. طبعا في هذا الشريحة لم تكن ظاهرة، قمنا بتحريكها من اليمين جهة الوسط. جيد جدا. شريحة جديدة، نخفي الكلمة. تابع معي. ممتاز جدا. أي شيء قمت به في اللاير أو مكان العمل هنا سيظهر عندك هنا. تابع معي. شريحة جديدة. طبعا انا كما قلنا قبل اريد هذه الكلمة تبقى في الوسط فقط، نظهرها. جيد جدا. شريحة جديدة ثم نعاود الكرة، نخفي كلمة. شريحة جديدة ثم نحدد ثم نظهر هذه الكلمة فرق الناس. تابع معي. الان ساحاول سحب الكلمة من الاسفل تجاه الوسط. تابع معي. جيد جيد جيد. طبعا اذا اردت سحب كلمة بدون يعني في مسار مستقيم، فقط ما عليك الضغط الا على شيفت من الكيبورد وسحب كلمة اينما اردت، مع اننا قلت لكم في وسط. ممتاز جدا. اضغط فريم جديد كما تعلمنا ثم نخفي الكلمة. تعالوا نراجع العمل. نضغط الآن على هذا الزر بلاي، يعني يشبه زر بلاي. نضغط
سهل ما ممتاز جدا، ولكن الحركة سريعة نوعا ما. الآن نضغط على هذا الخيار، خيار تشوين أو طبقات التحريك. تابع معي، نبدأ من هذه الطبقة من الشريحة الأولى، نضغط. ثم مثلا أنا أريد الكلمة أن تظهر بأربع طبقات، نضغط على أربعة. تابع معي، شاهد معي العملية. يعني بشكل جميل جدا. الآن هالكلمة في الوسط، أريد مثلا الكلمة أن تختفي بثلاث طبقات. تابع معي، نضغط على هذا الخيار تشوين ثلاث. ممتاز جدا، شوف معي الآن العملية، الكلمة تختفي بثلاث طبقات. نفس العملية سأطبقها على باقي الكلمات. تابع معي، تظهر بأربعة. تختفي بثلاث. مرة أخرى تظهر بأربعة. طبعا دائما نحدد الشريحة، شريحة البدء أو شريحة الانتهاء أو شريحة الاختفاء. تابع معي، أربعة. ثم تختفي بثلاث. جيد جدا. الآن نحدد أول شريحة، ثم نضغط دائما على زر. في ملاحظة بسيطة إخواني، دائما عند مراجعة العمل لازم تحدد الشريحة الأولى، يعني كما هو مبين وسهل. نضغط على زر أو أيقونة البدء. تابع معي، جميل جدا. الآن أنا مثلا أريد هذه الكلمة، وعند ظهور كلمة فريق الناسا أريدها مثلا أن تبقى ظاهرة مدة معينة. ما عليك إلا الضغط على اليمين من الفأرة، زر اليمين من الفأرة، ثم نختار المدة. طبعا نوض لاي، لا يوجد أي تحديد. جزء من الثانية، جزءان، خمس أجزاء، ثانية، جزء ثواني، عشر ثواني. هنا other يعني مثلا 100 ثانية أو 60 ثانية، يعني دقيقة. دقيقة إخواني، آسف. نكمل شرحنا. طبعا كما قلت لكم، أضغط على الزر اليمين من الفأرة، ثم نحدد مدة الوقت التي أريدها أن تطبق على الكلمة. مثلا أنا سأختار ثانية. ممتاز جدا، تعالوا نراجع العمل. نفس الشيء إذا أردت كلمة أخرى، مثلا دورة فوتوشوب، أريدها أن تبقى 5 ثواني، ثانيتين، أنت اللي تحب. طبعا نأخليها ثانيتين. تعالوا نراجع عملنا، نضغط على زر بلاي. شابين معي، ممتاز جدا. سأخليها ممتاز جدا. الآن صممنا أو أنشأنا بنرنا المتحرك. جميل جدا. الآن طريقة الحفظ، طبعا طريقة أو عفوا طبعا سيأتي الواحد ويضغط على هذا الخيار ساف أس، ثم يحفظ بي جي بي جي او باي صيغة اخرى. طبعا لا، هذا الخيار لا انصح به، لان الصورة لن تظهر متحركة. طبعا الكل يعرف ان الصورة متحركة تظهر بصيغة جيف. تابع معي كيفية الحفظ. فايل، اضغط على هذا الخيار، صاف، سيف فور ويب. ممتاز جدا، ثم اضغط سيف. تابع معي، ثم نحفظ العمل الذي أنشأناه. ممتاز جدا. طبعا هذا هو العمل أو النتيجة الأخيرة
درسنا لليوم طبعا سهل جدا، لازم عليك فقط التركيز وستحصل على نتائج أخرى إن شاء الله. آسف إذا كان هناك أي قصور بالشرح، وآسف على لهجة التكلم. نلتقي في الدرسات بإذن الله. كان معكم بين من فريق الناسا، والسلام عليكم ورحمة الله.